من أقوى عروض بند هذا الأسبوع عرض على شرائح جبنة المراعي اللي هي 200 جرام 1+1 بدلا من 21 ريال نازل 10 ريال. من أقوى عروض ال 10 ريال في بند شرائح اللي هي الجبن المراعي اللي هي للسندوتشات، الواحدة 200 جرام 1+1 10 ريال بدلا من 21 ريال. من أقوى عروض الزبدة في بندا عرض على زبدة لورباك، زبدة عضوية أو زبدة غير مملحة، لورباك اللي هي 200 جرام نزل العرض 10 ريال بدلا من 14 ريال اللي هي العضوية دي، وفي نوع نازل من 14.5 ل 10 ريال، وفي نوع نازل من 13 ل 10 ريال. يعني هي في منها أنواع 200 جرام لورباك غير مملحة، وشوف في هنا لون أخضر ولون أزرق ولون أحمر، كاتب لها بقى قليلة الدسم أو عضوية. المهم إن كل لور باك دي اللي هي 200 جرام نازلة 10 ريال في بند. كمان من عروض العشرة ريال قوية جدا اللي هي لبن المراعي 400 جرام نازل 10 ريال بدلا من 14 ريال، ناس كتير واخده منها 10 ريال بدلا من 14 ريال، لبن المراعي 400 جرام. عرض قوي جدا من عروض ال 10 ريال على كريمة الطبخ المراعي اللي هي 500 جرام 500 ملي نازلة من 17 ريال ل 10 ريال. كريمة الطبخ المراعي 500 ملي نازلة من 17 ل 10 ريال. عروض القهوة، عروض القهوة التركية في عرض من العروض العشرة ريال القوية جدا، قهوة تركية أو اللي هي العادية أو بالهيل اللي هي مهباج 200 جرام نزل عليها عرض 10 ريال بدلا من 18.5 نزل من 18.5 أو من 19 ل 10 ريال، اللي هي مهباج قهوة تركية أو قهوة بالهيل المهباك، من أقوى عروض العشرة ريال يا جماعة، عرض حلو جدا. عروض الشاي في عرض قوي جدا على شاي اللي هو ريد ليبل 100 فتلة نازل من عروض العشرة ريال، من 16 ريال نازل 10 ريال اللي هو 100 فتلة ريد ليبل. عرض على الحليب المبخر، حليب مبخر المراعي الواحدة 170 جرام نازل لأربعة 13 بدلا من 15 ريال. كمان في عرض على بندا حليب مبخر بندا نازل الأربعة سواء قليل الدسم أو كامل الدسم الأربعة بعشرة ريال، الأربعة بعشرة ريال. دي عروض الحليب المبخر المراعي وبندا، احنا مش شايفين من بندا يعني شكل كل بندا، الكمية خالصة من بندا، يعني بندا الأربعة بعشرة والمراعي الأربعة بتلتاشر ريال نفس الحجم 170 جرام. عروض الحليب المكثف المحلي في المراعي عبوة فيها اتنين، الواحدة 397 جرام نزل عليها عرض من 23 ل17 ريال، يعني الواحدة ب8.5 لو حسبتها بالواحدة يعني، ولكن هو الباكت اتنين مع بعض من 23 نازل 17 ريال او 16 ريال 95 هللة. دي عروض الحليب المكثف المحلي. عرض على الشعير، شراب الشعير عرض من اقوى العروض اللي هي موجودة في العشرة ريال يا جماعة، شراب شعير بريبي كيان الباكت فيه ستة، الواحدة 250 ملي نازل من 16.5 لعشرة ريال، نازل من 16.5 لعشرة ريال. في بالفراولة، في بطعم الفراولة، في بطعم التفاح الاخضر، في اللي هو الكلاسيك العادي.
يعني اتوقع يعني في ناس واخده منه ان ده عرض قوي جدا، من اقوى العروض الموجوده هذا الاسبوع. شراب شعير بريبي كيان متنوع 6 في 250 مل، 10 ريال بدلا من 16.5. من اقوى عروض العشرة ريال في جبنة كريمي اللي هي كيري 500 جرام، نازل 10 ريال بدلا من 22 ريال، 10 ريال بدلا من 22 ريال. عروض العشرة ريال في عرض على البطل، البطل اللي هو البطاطس، شرائح البطاطس بكل الانواع منه متنوع، الكرتون فيه 12، حجم الواحد 23 جرام، كل الانواع بقى كل الانواع، الكرتون نازل من 14 ريال ل10 ريال. من عروض العشرة ريال، من عروض العشرة ريال هنا برضو في الدوف ده 400 ملي، شامبو الدوف متنوع 400 ملي، شامبو او بلسم نازل من 23 ل10 ريال، من 23 نازل 10 ريال، برضو ده من عروض العشرة ريال، شامبو او بلسم. كمان في الهيمالايا ده نازل ب9 ريال، الهيمالايا 400 ملي برضو من عروض الشامبوهات اللي نازل عرض كويس جدا، 9 ريال بدلا من 18.5. كمان في عرض على شامبو براشوت متنوع 340 ملي، 340 مللي نازل 10 ريال بدلا من 17 ريال اللي هو الباراشوت ده، فيه انواع كتيرة منه. في كمان فاتيكا ده نازل ب11.75 بدلا من 19 ريال. في البيرت بلس نازل 10 ريال بدلا من 21.75، 21.75. دي عروض العشرة ريال في الشامبوهات. من اقوى عروض العشرة ريال في عرض حلو جدا على مزيل عرق نيفيا متنوع رجالي او نسائي، نازل من 28 ل10 ريال، من 28 ل10 ريال، كل الانواع، مزيل عرق نيفيا 10 ريال بدلا من 28 ريال، كل الانواع سواء بقى رجالي او حريمي. كمان في عروض حلوة برضو، عروض 10 ريال في هنا فوق كمان ده 120 ملي، نيفيا 150 ملي، فوق 120 ملي نازل 10 ريال بدلا من 18.75، ده برضو بخاخ او نوع من العطور يعني، 120 ملي من 18.75 نازل 10 ريال، من اقوى عروض 10 ريال برضو. كمان في من عروض 10 ريال في برضو عطر بخاخ، الاسم بتاعه ده 200 ملي، الحجم بتاعه كبير 200 ملي، نازل من 24 ل10 ريال، الحجم 200 ملي، من 24 ل10 ريال، متنوع يعني كل الانواع منه. دي اقوى عروض العشرة ريال في مزيل العرق والعطور اللي موجودة في بندا. في كمان اديداس اللي هو 50 ملي مزيل عرق، 1+1 = 20 بدلا من 40، يعني الواحد ب10 برضو، الواحد ب10. دي عروض بندا اللي هي العروض القوية جدا اللي هي العشرة ريال. كمان من عروض العشرة ريال في عرض على جيل استحمام، الاسم ده اللي هو بريز، ده نازل ده 250 ملي، نازل من 22 ريال ل10 ريال، من 22 ريال ل10 ريال، متنوع كل الانواع يعني كل الانواع منه، هو 250 ملي جيل استحمام. كمان في من عروض العشرة ريال القوية اللي هي في كريم اللي هو الفاتيكا، كل الانواع اللي هو الحجم الكبير اللي هو 210 ملي، 210 ملي، نازل من 16.5 ل10 ريال، من 16.5 ل10 ريال، 140 ملي نازل من 12 ل8 ريال،
140 مللي 8 ريال، كل الانواع. في كمان كريم شعر نوع تاني اهو كازانوفا 150 مللي نازل من 13 ريال ل 9 ريال 75 هلله. يعني في عروض حلوة على الكريمات. في كلير نازل 14 بدلا من 21، 275 مللي، ده كريم شعر برضه. في برضه كريم شعر هنا كازانوفا برضه ام 300 مللي نازل 13.75 بدلا من 21.5، بدلا من 21.5. في من عروض الخمسة ريال، عروض الخمسة ريال جيل شعر 300 مللي نازل من 10 ريال لخمسة ريال، ده من عروض الخمسة ريال. كمان في من عروض العشر ريال في كريم نيفيا الاصلي 150 مللي اللي هو الازرق ده، 150 مللي نازل من 17.5 ل 10.5، نازل 10.5 بدلا من 17.5، يعني توفير 7 ريال. كمان من عروض العشر ريال في باندا على التونة اللي هي امواج السنبلة 80 جرام نازل لاتنين حبة من 12 ريال لعشر ريال، الاتنين حبة نازلين من 12 لعشرة ريال. كمان عرض حلو جدا على تونة السنبلة اللي هي امواج دي 185 جرام، 80 جرام نازلة من 18، 2+1 مجانا، من 18 نازلة 12 ريال، ولكن انا اعتقد اللي هي 185 جرام، 185 جرام، لان 80 جرام الاتنين نازلين من 12 ل 10، برضو دي ممكن تكون برضو ال 80 يعني التلاتة نازلين من 18 ل 12 ريال، لان دول تلاتة، بالتلاتة افضل من الاتنين، يعني التلاتة ب 12 والاتنين ب 10 ريال اللي هي تونة امواج السنبلة. يعني نخلي بالنا لو انت خدت تلاتة افضل من ان انت تاخد اتنين. عروض التونة في باندا عرض على جودي اللي هي 80 جرام، الاتنين حبة نازلين بعشرة ريال بدلا من 12 ريال، عروض العشرة ريال في باندا على التونة جودي 80 جرام، الاتنين حبة نازلين من 12 لـ10 ريال. كمان في جودي اللي هي 80 برضو نفس السعر، 80 نازلة من 12 لـ10 ريال، جودي اللي هي للسندوتشات او العادية دي. كمان في من عروض العشرة ريال في التونة باندا اللي هي 100 جرام، كل الانواع نازلة من 15 لـ10 ريال، من 15 لـ10 ريال. كمان في من عروض التونة، من عروض التونة اللي هي عروض العشرة ريال، في عرض على تونة الخير 185 جرام في زيت دوار الشمس قطع متماسكة، نازل الاتنين حبة بـ10 ريال بدلا من 17 ريال، 10 ريال بدلا من 17 ريال. عروض التونة عروض العشرة ريال. عروض القشطة المعلبة، في عرض على قشطة بوك الواحدة 160 جرام نازل الأربعة بدلا من 19.80 هللة لعشرة ريال، عروض العشرة ريال في القشطة المعلبة. كمان من عروض العشرة ريال في القشطة المعلبة في الخير نازل التلات حبات بدلا من 12 ريال 10 ريال، بدلا من 12 ريال 10 ريال، برضه دي 100 170 جرام، الحجم بتاعها 170 جرام، بوك 160 جرام، عروض العشرة ريال في القشطة المعلبة. عرض على الشوفان حبوب كاملة شوفان هناء 900 جرام العلبة، من عروض العشرة ريال نازلة من 15.5 لعشرة ريال، 15.5 نازلة 10 ريال. كمان عرض على زبدة الفول السوداني الناعمة أو الخشنة، الناعمة اللي هي الصفرة دي، الخشنة اللي هي الحمرة دي،
نازل عرض من عروض العشرة ريال اللي هي 340 جرام بدلا من 13.5 نازل 10 ريال اللي هي الناعمة أو الخشنة الحجم بتاعها 340 جرام بدلا من 13.5 نازل 10 ريال عروض العشرة ريال. عرض على كريمة الشوكولاتة بالبندق اللي هي باسم باندا 350 جرام من عروض العشرة ريال نازلة من 17 ريال لعشرة ريال الحبة الواحدة. عروض الخل الحجم الكبير اللي هو 3 لتر 700 من عروض العشرة ريال. عرض على خل طبيعي باندا نازل من 17 ريال لعشرة ريال. من 17 ريال نازل 10 ريال. والخل الطبيعي طبعا من الانواع الحلوه جدا افضل من الصناعي. خل باندا 3 ريال و700 10 ريال بدلا من 17 ريال. عروض خلطه الوليمه خلطه المندي والكبسه والبرياني الواحده 300 جرام من اقوى عروض ال10 ريال نازله من 18 ل10 ريال الواحده نازله 10 ريال بدلا من 18 ريال. خلطات الوليمه البرياني والمندي والبخاري والكبسة نازلة بعشر ريال بدلا من 18 ريال. عروض العشر ريال في باندا في عرض على فلفل اسود كامل مش مطحون يعني كامل حبيبات 100 جرام نازل من 14 ريال لعشر ريال شركة عافية من 14 ريال نازل 10 ريال. فلفل اسود حبيبات كامل الوزن بتاعه 100 جرام 10 ريال. من عروض العشرة ريال في باندا شرائح زيتون اسود اليسا نازل اللي هو 230 جرام 230 جرام العلبة نازل عليها عرض من 14 ريال ل 10 ريال من 14 ريال ل 10 ريال. دي عروض العشرة ريال في باندا. الزيتون المعلب في زيتون باندا متنوع بقى اللي هو ايه 350 جرام في زيتون بدون نوى وفي زيتون كامل اخضر او اسود اللي هو الحجم بتاعه 350 جرام الاثنين نازلين نصف السعر ونازل من 15 ل 7 ريال 95 هرل الاثنين حبه الواحده 350 جرام. ده زيتون باندا معلب. في كمان من عروض الزيتون في الراقي 720 جرام شرائح زيتون اخضر 720 جرام نازل من 18 ل 15 ريال. كمان من عروض الزيتون في اليسا برضو دي شرائح اسود شرائح زيتون اسود نازل عليها عرض دي 230 جرام 230 جرام نازلة من 14 ل 10 ريال من 14 ل 10 ريال من عروض ال 10 ريال. كمان في اللي هو النوع ده اللي هو الأسباني شرائح أخضر أو أسود حجم العلبة 510 جرام نازلة من 26.5 ل 15.5 15.5 دي اللي هي شرائح أخضر أو أسود مكتوب عليها كمان حار هو 510 جرام نازله من 26.5 ل 15 ريال. دي عروض الزيتون المعلب اللي هو نازل فيه باندا. عروض الفاصوليا فاصوليا لونة بالطماطم عروض 10 ريال 3 حبات نازلين ب 11 ريال او 10 ريال 95 هلله الواحده 400 جرام فاصوليا بالطماطم لونة 3 حبات نازلين 11 ريال. كمان في فاصوليا حمرا حدائق كاليفورنيا الاثنين حبه الواحده 400 جرام نازلين من 15 ل 10 ريال 95 هلله دي عروض الفاصوليا. في عندك حدائق كاليفورنيا 400 جرام الاثنين حبه نازلين ب 11 بدلا من 15 وفي عندك لونة فاصوليا بالطماطم الثلاث حبات الواحده 400 برضو 11 ريال برضو 11 ريال. العشرة ريال على الحمص الحب حمص حب أطلس الواحدة 560 جرام التلات حبات نازلين من 22.5 من 22.5 لعشرة ريال. دي من عروض العشرة ريال قوية جدا يعني نسبة خصم
من 22.5 نازل 10 ريال، اكثر من نصف السعر على حمص حب اطلس العلبه 560 جرام. الذره المعلبه في العملاق الاخضر، العملاق الاخضر ده بدون ملح وبدون سكر، الواحده 198 جرام، 198 جرام الاثنين حبه نازلين من 13.5 ل 10 ريال 95 هرده. كمان في عبوه التوفير برضو العملاق الاخضر 4 في 150 جرام نازل عليهم عرض من 17 ريال ل 15 ريال. الناس اللي بتحب الذره المعلبه، في كمان العملاق الاخضر اللي هو 198، خلاص احنا قلنا ده هو محطوط في مكان تاني، هو بدلا من 13.5 الاثنين نازلين 10 ريال 95 هلله. كمان العرض القوي جدا اللي هو عرض ال 10 ريال ذره باندا اللي هي 340 جرام 2 زائد 1 مجانا بدلا من 16.5 نازل 10 ريال. عروض الذره المعلبه في باندا. من عروض العشر ريال في باندا كمان في البازلاء الخضراء، عروض المعلبات على البازلاء الخضراء باسم باندا 450 جرام الاربع حبات نازلين من 12 ل 10 ريال. عروض العشر ريال بازلاء باسم باندا الواحدة 450 جرام. عروض العشر ريال في باندا برضو في عرض على فول مدمس باندا، فول مدمس باندا 450 جرام الخمس حبات نازلين من 17.5 ل 10 ريال، الواحدة 450 جرام. فول مدمس باندا اللي هو الفول السادة يا جماعة، اللي هو السادة 450 جرام، 450 جرام من 17.5 نازل 10 ريال الخمس حبات. ده عرض حلو جدا يعني. عروض ال 10 ريال في باندا على منتجات باندا المعلبة، فاصوليا بيضاء باندا 450 جرام الأربع حبات نازلين من 15.80 هللة ل 10 ريال، الواحدة 450 جرام اللي هي الفاصوليا البيضاء الأربع حبات 10 ريال بدلا من 16 ريال. عروض الفول المدمس وعروض ال 10 ريال القوية في باندا عرض على حدائق كاليفورنيا، فول مدمس حدائق كاليفورنيا اللي هو السادة، وفي كمان مكتوب هنا مقشور بالخلطة السرية وبالفلفل الحار، يعني متنوع. العلبة 450 جرام نازل الثلاث حبات ب 10 ريال بدلا من 13.5، 10 ريال بدلا من 13.5. من عروض ال 10 ريال من أقوى العروض كمان اللي موجودة في باندا عرض على الطماطم المقطعة المعلبة باسم باندا، العلبة 400 جرام نازل العرض على الخمسة، الخمسة نازلين ب 10، وده الاول مرة نشوف الخمسة بينزلوا بعشرة، كان دايما ينزل التلاتة والاربعة، عشان كده انا بقول العرض ده قوي جدا للناس اللي هي بتحب تشتري الطماطم المقطعة. طماطم مقطعة باندا الخمس علب نازلين من 19.75 هللة لعشرة ريال. عروض العشرة ريال في باندا واقوى عروض العشرة ريال، في عرض على ذرة باندا اللي هي 340 جرام 2 زائد 1 مجانا 10 ريال بدلا من 16.5. عروض الذرة المعلبة 10 ريال. عروض ال 10 ريال في باندا نازل على معجون طماطم باندا، الباكت نازل من 13 ريال ل 10 ريال، الباكت فيه 8 الواحدة 135 جرام. معجون طماطم باندا من العروض اللي نازله برضه ب 10 ريال هذا الاسبوع. منتجات شركه مونتانا، خضروات مجمده متنوع كل الانواع نازل، اللي هي 400 جرام نازل الثلاث حبات 10 ريال بدلا من 20.85 هلله. كل الانواع خضروات مشكله، بازلاء وجزر ثلاثة نازلين ب 10 ريال بدلا من 20.85 هلله، شركه مونتانا. في كمان داري نازل على الذرة اللي هي 400 جرام الاثنين حبة نازلين 6.5 بدلا من 12 ريال، 6.5 بدلا من 12 ريال الذرة اللي هي داري. عروض الفاكهة العنب الابيض بدون بذر نازل الكيلو ب 10 ريال، الكيلو ب 10 ريال جنوب افريقي. كمان في الخوخ الاحمر ده نازل الكيلو ب 11 ريال، 11
ريو. كمان في عرض على التوت الاسود العلبة 15، زبيب احمر العلبة 15 بدلا من 17، والتوت الاسود ده نازل من 19 ل 15، توت احمر نازل من 17 ل 10 ريال، اقل شيء اللي هو التوت الاحمر. العلبة 125 جرام. اللي بتحب الطماطم الشيري، الطماطم الشيري هنا منتج محلي سعودي، نازل الكيلو ب10 ريال 95 هرد. طماطم شيري شايفين فيها اصفر وفيها احمر وفيها اخضر، الكيلو ب11 ريال. جدا على الموز، موز اكوادور الكرتون، الكرتون يعني حوالي 3 كيلو، الكرتون نازل ب15 ريال. طبعا احنا قلنا الموز سعره من الحاجات اللي سعرها زاد في الاخر، فالعرض ده يعتبر حلو جدا. عرض على كرتون الموز 15 ريال، يعني الكيلو ب5 ريال. هنا لو انت شريت الكيلو، الكيلو ب7 ريال، 6 ريال 95 هرلة الموز. بصورة احنا قلنا الكيلو ب2 ريال ونص، ولكن الكرتون ب16 وربع، الكرتون نازل ب16 وربع. الكرتون فيه من 6.5 كيلو ل7 كيلو، 16 وربع. الفواكه بقى المجمدة والمثلجة، في لب الفراولة داري 1 كيلو نازل ب10 ريال، 10 ريال بدلا من 12 ريال 75 هرل اللي هو داري. في كمان نازل لب الجوافة اللي هو سيارة، نازل 900 جرام، 900 جرام من 11.5، نازل 6 ريال 95 هللة. وكمان في المانجا اللي هي سيارة برضو 900 جرام، ده مش كامل كيلو، 900 جرام اللي هي سيارة، المانجا نازلة ب10 ريال بدلا من 14.5، ولكن 900 جرام. في داري 1 كيلو المانجا نازلة من 15 ل8 ريال 95 هللة. والجوافة نازل ب10 ريال، داري الجوافة ب10 ريال، والمانجا ب9 ريال. يعني احنا دايما كنا بنشوف المانجا هي اللي سعرها غالي، النهاردة الجوافة هي اللي سعرها غالي في منتجات داري. منتجات السنبلة مفيش عروض على منتجات السنبلة. كمان في عرض على خل العنب وخل التفاح اللي هو بيدر، عروض ال10 ريال. خل العنب بيدر 400 473 مللي، الاتنين حبة نازلين من 12 ل10 ريال، ده خل العنب. في كمان خل التفاح اللي هو بيدر نازل الاتنين حبة من 11 ل10 ريال، واحدة برضو 473 مللي. كمان من عروض ال10 ريال في بندة على حلاوة اللي هي المربى، مربى حلواني اخوان متنوع اللي هي 400 جرام نازلة من 13 ل10 ريال. كل الانواع هو كاتب لك متنوع هنا، الواحدة 400 جرام نازلة من 13 ل10 ريال.